زوار جنين هو مكان بيمكن السائح والزائر لهذا المركز انه يطلع على كافه الاماكن السياحيه والثقافيه والكنوز الموجوده في محافظه جنين. هذا المكان بيقوم الزائر او السائح في جوله او رحله في اربع مراحل. المرحله الاولى اللي هو مكان بيحكوا تيجرز اوف جنين، يعني الكنوز الموجوده بجنين. طبعا موجود فيها ثمان اماكن مهمه جدا سياحيه وثقافيه، مثل قلعه صارنور، كنيسه بلقين، قصر عرابي، نفق بلعمه، سينما جنين، مسرح الحريه، ومكان ويعني مكان خاص بيحكي عن تاريخ جنين، متى تاسس جنين، مين اسس جنين. طبعا هم الكنعانيين اللي اسسوها في 4250 ميلادي، ومساحه جنين 583 كيلو متر مربع. الهدف تمكين السواح انهم يتعرفوا على كافه القضايا المهمه في المحافظه، سواء اماكن اثريه او حتى اماكن ثقافيه، حتى اكلات، حتى صناعات يدويه، ايش بتشتهي جنين، الحياه الشعبيه اليوميه. برضو المركز بيمكن السائح يشوفها من خلال الفيلم ومن خلال المخطوطات الموجوده في المركز بشكل عام. المرحلة الثانية احنا حاليا، المرحلة الأولى كانت كنوز المحافظة، المرحلة الثانية هو الخط الزمني لمحافظة جنين، بحيث انه في تواريخ مكتوبة وفوقها لوحات مشروح شو حصل بالتواريخ، أهم التواريخ. يعني مثلا أول تاريخ بيبدأ 3000 قبل الميلاد، اللي هي صور نفق بلعمة وصور من تل دوثان اللي حكينا عنه. تل دوثان وجدوا فيه آثار ب 56 من أقدم الآثار الموجودة في كل فلسطين. في مثلا تواريخ مهمة زي 1187 لما أجى صلاح الدين الأيوبي حرر جنين من حكم الصليبيين، في 1270 مثلا لما المسلمين أجوا على جنين وحرروها برضه مرة ثانية من الصليبيين وواجهوا المغول في عين جالوت، واستشهاد 1935 استشهاد الشيخ عز الدين القسام، و 1936 ثورة 36 ورموزها واستشهاد الشيخ برحان السعدي، والى اخره، الى يعني 1938 لما الانجليز هدوا 106 وحده سكنيه وتجاريه في المحافظه. كان مخصص لفيلم اسمه اصوات من جنين، بيعرض فيه يعني الحياه اليوميه والقضايا المهمه في المحافظه، سواء كانت اماكن اثريه او سياحيه او ثقافيه او حتى اشغال يدويه وصناعات ومرافق لها علاقه في الحياه اليوميه للمواطن في جنين. يعني شاشه او شاشات للمنتجات اليدويه المعموله بجنين، يعني مثلا المنتجات الفخار بيجي للسائح انه يشوف يعني القطعه الفخار اللي بده اياها مكتوب سعره عليها، وممكن كمان انه زي ما انتم شايفين هون يتصلوا تليفون يشيلوا اياها، وحكى هون ثمنها موجود 5 دولار، ممكن كمان السائح يكتب اسمه وبنقدر مثلا ويحط رقم جواله ونتصل فيه احنا ونأمن له اياها على طول على رقم جواله اذا كان مقيم في فلسطين لمده معينه. هذا المكان هو مخصص للتحف الاثريه القديمه في المحافظه، وعندنا في جنين تحف اثريه عمرها اكثر من 3000 سنه اكتشفت في نفق بلعمه زي بلاط بلعمه. ولكن هنالك تاخر من قبل الوزاره انها تحط هاي التحف حتى وزاره السياحه وزاره السياحه لازم هي تيجي تشغل المركز اللي هي جهه الاختصاص، واحنا كمحافظه وقعنا معها اتفاقيه تفاهم او انه هم يديروا المركز ويشغلوه، لكن لغايه الان يعني احنا بننتظر فيهم. لازم هاي كل الاماكن، طب شو بكون ردهم يعني؟ توجهت للوزاره شو؟ هم حكوا حنشغلهم، هم بيقولوا حنشغلهم ولسه مستنى فيهم. هاي الاماكن لازم تكون يعني فيها تحف اثريه عمرها 3000 سنه من جنين، واحنا كثير معنيين وزاره السياحه تيجي وتساعدنا في تشغيل هذا المركز اللي هم جهه الاختصاص وهم اللي لازم يضمنوا استمراريه وديمومه المركز. نشوف كيف عمليه التطريز بالضبط بتتم، ممكن يشوف صور ثانيه من اماكن مختلفه من المحافظه، ممكن يشوف طلع كيف تكبر الصوره، اشياء جميله. الفراش الجميل الموجود في جنين ممكن كمان نشوف كيف بنعمل الفخار. عندنا هاي بالضبط يعني